بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن اسرار وفوائد ملك النباتات الطبيه جميعا في الاعصاب، ملك النباتات الصين الطبيه في الاعصاب، نبات عرف الاسد. فطر عرف الاسد او نبات عرف الاسد هو اقوى النباتات الطبيه على الاطلاق لضعف الاعصاب سواء في الصين او خارج الصين. طيب تعالى ما نشوف الدراسات بتقول ايه. 40 مرض بيعالجها نبات فطر عرف الاسد، 41 فايدة وتأثير جيد للجسم، 57 بحث معمولة عن نبات عرف الاسد او فطر اللايونز مين. طيب بيعالج ايه فطر عرف الاسد يا جماعة؟ رقم واحد الادراك، ضعف الادراك. زي ما احنا قلنا الادراك ان العيل يعرف الصح من الغلط، يعرف اشارة المرور امتى يقف في اشارة المرور وامتى يعدي من اشارة المرور، التوتر العصبي، الاكتئاب، الزهايمر وخرف الشيخوخة، القولون العصبي ومشاكل القولون مجتمعة. النبات ده من النباتات الطبية الخطيرة كمان لعلاج كمان الإمساك المزمن. ضعف الذاكرة، قرحة المعدة، التهاب الأعصاب، الطرف السكري اللي بيحصل يعيني لمرضى السكر من حرقان وتنميل وضعف الأعصاب شديد جدا، المكروب الحلزوني. في دراسات كمان عنه في بعض الأمراض المزمنة زي مرض التصلب المتعدد، يعني يقال اللي هو من النباتات الفعالة برضو في علاج هذا المرض. طيب ما تنساش ان احنا نقدم لك فطر عرف الأسد أو اللاينز مين أو كل النباتات الطبية بتاعتنا بسعر اقتصادي الكل يقدر عليه. أشوفك على خير، شكرا وإلى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.